هلا والله بالكامري البطلة. شريكي شريكي. هلا مرحبا. يا ابوي تراني من طق الباب، قاعد اشيك على السمكرة. شايفك تطر الكامري يا حبيب. اي والله، وبشتريها ان شاء الله. شوف عندي ذي 2015 وانظف. 2015؟ 2015. هلا والله بال 2015، عاد حداك يا كبير انت يا كبير. على كم هي؟ سيمت ب 55. اوف! 55 ألف ريال؟ والله الموتر نظيف ويستاهل أكثر، أنت بتشتري ولا تعطلنا؟ إي بس أنا ما معي إلا 35 ألف ريال، وش ذا يا أخوي؟ الغلا عندكم واصل حتى في المعارض؟ 35؟ لا يا حبيبي الأسعار دي ما عندنا، توكل على الله. طيب لا تنفخ ها؟ تفهم ولا ما تفهم؟ توكل على الله بس. انقلع. دور كامري يا طيب. أنت تشتغل هنا؟ لا لا ماني بشغال. أجل لا. أنت شريطي تخرب على حقي المعارض ها؟ إيه. طيب الكامري نظيفة؟ إيه نظيفة ما في وصف. مثل ذي؟ أبد أختها أزين منها بعد. جيلكس فول كامل. على كم؟ والله الرجال حادها بخمسة وثلاثين ألف. أتحداك يا شيخ. 35 ألف ريال. إيه بس لا تكون مصدومة ولا جايها شيء. لا 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 ما طقها شاكوش، الموتر جديد ونظيف. بس الرجال محدود بيبيع. هلا والله بالشريط البطل. اجل خل نروح نفرغ. لا 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 الموتر ما هو فريض، الموتر فق رياس. كانك رجال صامل اعطيك رقم الرجال، انت صامل عاد نشوف غيرك. الرجال واجد يشوف صامل يا رجال، نشتري لو في امريكا. اجل مشينا مشينا. اتحداك يا كبير. هلا ياسر، اقول لك بشتري سياره في القريات، ابيك توصلني. اما عاد سيارتك في الورشه. طيب شلون اروح الحين؟ استهبل. أما عاد أروح مع كفتة. يلعن بليسك على مشي كذا، تجي السنة الجاية وحنا باقي ما وصلنا يا ورع. وش الفائدة من السرعة؟ الموت أسرع. يا أخي وش هالجو؟ لا مكيف، سواقة تجيب الهم. خذ اسرع يا اخوي اسرع. مهدي ليش انت تمشي على بيض؟ نمل ماشي على 20. ترى ما معنا حد حامل من الحلال، خلاص امشي. ما عجبكم؟ ارسلكم في ام شارع. وش تقول؟ فكرني فكرني فكرني. مالك الا كذا، واحمد ربك انه ما نزلناك يا ورع. كني عامر كب عنك اللعبة هذا انت وشتاش. كني استاهل. سهر 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 انت منتبه. خله خله يصوره ويدفع الغرامه هو. حداك ريح ها. لا 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 يا اخي والله ورطتني والله ورطتني. فعلا غرامه حرام عليكم. ادفع ادفع ما هو الغرامه حرام عليكم يا اخي. بكني بكني يا اخي والله حرام. هلا والله بالعيال. أبوك يا كتزة. خير خير خير. سلامات. في أحد قال لك نظف؟ إيه ما تسمع أنت؟ ما في مشكلة. ريالين بس. ريالين؟ أقول أمشي متوكل على الله. على كيفك هي. اتحداك يا الفار. فكني ابغى اروح حمام. لا يا شيخ علينا الحركات دي. خليك خلك تخيس هنا يا فار. فكرني هندشت انقذني فكرني. عيال بشوف اذا عندهم شقق فاضيه ولا لا. سلامات سلامات. خير ايش في؟ اشهد عليهم خطفوني من الرياض. اشهد اشهد عليهم. بالله يا الحبيب ابى اسالك، الاشكال هذه تصدق انها تنخطف؟ لا والله ما اصدق. طيب مشكور الغالي. شفت يا ورع، الله ما حد يصدقك انك مخطوف، لكن تبي تعقل وتثقل وتصير رجال ابى افكك. فكني خلاص ابى افكك. اعقل ها، بس لا عاد تهايط.
بالله عامل ادق على الرجال شفوني فيه. ما تفوق انت؟ ادق على الرجال الساعه 2 الصبح؟ انت بصاحي انت. طيب ارسل له مسج واعطيه خبر انه احنا وصلنا. وكمان قول له انه احنا بنجي بكره. ما عليكم منا. المهم الحين ناموا وريحوا. انا بنام في الغرفه. وانا بنام في الغرفه. افا طلعتوا مطافيق لكن تستاهلوه ما قصرتوا معي بالخط. ناموا بالغرفه وانا بنام على الكنبه. وانا فين انا؟ انت تنام في البانيو منها تتروش تنظف يا ولد. تفضل هذه السياره شوفوها. هلا والله بالموتر البطل. اتحداك يا كبير. سيارة نظيفة وجديدة وعلى الشرط مكينة وقيد. يا كابتن هنا ما يبغى لها سمكرة؟ هذه حكة بسيطة والموتر جديد وتراه صيدة. خلينا نقرب المساحات تشتغل ولا لا؟ لا يا ابن الحلال اسمع يا عامر، احنا راح نوديها حفرة زيت ونشيك عليها ان كان فيها طقة منا ولا منا والأذرعة والمقصات ونشوف ان كان فيها تهريب. انا بايعكم ذهب. انا لو ما حددت الظروف ما بعتها ولا الشرايين واجد. ما عليك منهم، هذول الزلايب. وانا ما جيت من الرياض الى هنا وتعنيت الا وانا شراي وصامل بعد. الله يبارك لك. الله يبارك بك. هلا والله بالكامري اللي تطيع شوري واوامري. والله ولقيتها صيدة يا عامر. رفع عليك. صدق ذي السيارة لو وديتها للرياض وتبيعها بتجيب لك اقل شيء ربح 10,000 ريال. اتحداك ابيعها. اصلا اذا رجعت الرياض بطلع كرت عائلة وظيفة واسميها كامري بنت عامر. اللي تعال الشباب كانوا ورانا وينهم؟ يا رجال اترك عنهم، نفسيات هذولي تلقى بيننا وبينهم 500 كيلو. لا يرحم امك يا عامر، حتى احنا طلعنا من الرياض سوا يبي نرجع سوا تكفى. لا يا شيخ سوي فيها حنونة ورع اركض فديتك. تلقى الحين شكش قافلة معها من كفتة. اي والله صادق. اوف اوف ايش فيك؟ اوف شكلنا بنشرني يا ولد. أم عاد مو بوقته. لا حول مو بوقته ذاي بنشر الحين. والله مو بوقته. ما ينفع لازم نغيره. شو السوات؟ تعال نغيره بس يلا. سلامات سلامات عسى ما انشر يا ابوي. سلامات. أبد الكفر بنشر. أوه لا سلامات. يلا خلينا نغير خلينا نغير يلا. كفو بيض الله وجهك. وجهك. تعال تعال تعال. بيض الله وجهك حبيبي. ما قصرت حبيبي. الغالي الله يخليك وبارك فيك ان شاء الله. ما قصرت يعطيك العافيه. ما قصرت. وصلوا وصلوا شوفوا دول يا خمجه. وش بك انت وراك كذا؟ ها تراك اشغلتنا انت يا السلحفات. ها ساعتين احنا ننتظرك هنا. اقول له اعطيني فلوس ابي بنزين. يا رجال حرام فيها ذي تعبي بنزين، المفروض تعبي مويه وتخب عليها. يا ابوي بمشي كعاب انا ماني ماشي بعدين ماشي على 20 وتر وتر حياه. ويوي تترك صاحبك؟ اقول لك بلا صاحبك بلا هم. يا عيال يا ابن الخصوم. خلاص 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 لا تقعد تهاوش انت وياه. اسمع انت يا ويوي خذ هذه 200 ريال. وانت شكش اركب معنا، عب بنزين والوعد الرياض ها؟ ياهو. يلا انقلع انقلع، لا عاد اشوفك. يا رب تنصدم. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. سلم. هلا والله بالزقرد. تفضلوا تفضلوا. الله يحييكم الله يحييكم. الله يحييك. بسم الله. الآن يحضر لكم أحلى ربع تيس بمناسبة السيارة الجديدة. بس ربع تيس ترى أربع قطع من الحلال، خلها نص تيس. بطنك في دود أنت؟ خلها خفيف. تستهبل؟ خلاص يا أبوي ربع تيس، إذا أكلته الخير واجد، نطلب غيره. يا للي من زمان على اللحم يا أبوي، خش على الدش. خش يا ضرس ها، أركض بديتك. يا محمد عطنا ربع تيس. توك تقول نص تيس؟ نص تيس. العيونك تستاهل حبيبي. تستاهل يا سو حبيبي.
كيف السيارة عيال؟ قدام. تعطيك أرك جديتك على بالعيال. كثر الله خيرك يا عامر. جد الله عليك. صحة وعافية. الله يعافيك. مش عندك تدحوس عند السيارة؟ يا ابن الحلال أنا ما أدحوس ولا شيء، اذكر الله. أنا موترك بصراحة عجبني وأنا رجال، أنا بشتريه. وش قلت؟ يا حليلك تبي تشتريها؟ أقول توكل على الله، أنا توني شاريها. يا رجال اسمع، أنا رجال، أنا بعطيك 80,000 ريال، بع لي يا رجال، توكل على الله. ها؟ وقف وقف. اسمع، أبي الدراهم كاش، لا تقول لي شيك ما شيك. لا يا أخوي ما عليك، فلوسك إن شاء الله كاش، تبي تاخذها لا تشيل هم، كاش ما عليك. أكيد؟ أكيد ما عليك. أجل كمل كمل يلا. أوه تذكرت، الشاحن في السيارة بروح أجيبه. لا تزرفني ها، لك هات قديمة. هونت ماني بايع. ها وش اللي هونت انا يا اخوي؟ ساحب لك 80,000، ساحب لك 80,000 كاش وتقول لي هونت العين؟ ساحب 80,000؟ ما انت بساحب، مو بشغلي، سيارتي وانا حر فيها. ها على هونك يا ابن الحلال، الدعوه دي هونت بسرعه بالطريقه ذي؟ وهذا ما هو بطريقه رجالين يبيعون ويشترون. الكمبيالات جد كتابتها والفلوس انت امرها، ودلالاتنا بناخذها يا ابن الحلال. الدلاله وماني بدافعها، وبالنسبه للمرجله انا بزر. ايش عندك؟ يلا مشينا يا عيال. يا اخي انت كيف يا اخي؟ مخك ايش يا اخي؟ ليه ما بيتها؟ لا يا شيخ بكيفي، سيارتي وتجيب لي اكثر. ما بقول انسبها يا ابن الناس، العود من اول ركزه يا ابن الحلال، بيعها والله ما تجيب لك زي ذا السعر. اقول لا تقروشني انت وياه، ابنزلكم بيوتكم الحين وانا بروح ارقد بالاستراحه، وبكره اوديكم المعارض وتشوفون بعينكم كم تجيب لي. هلا ياسر، يلا حنا في المعارض لا تتأخر علينا. أوكي مع السلامة. يا أبويا مالنا ومال القروشة وجع الدماغ، كان بعت السيارة أمس وفكيت أنا. لحول تستهبل أنت، تستهبل الحين تبي تشوف بعينك كم السوم. أركض في ديتك. ها عساك استخرت. إيه استخرت. نفتح بابها أجل. افتح باب. افتح افتح كبوت افتح كبوت افتح كبوت. من يشتري السياره؟ من يشتري السياره؟ افتحوا باب يا رجال. شد بلد منطقه الشاكوش مع راعيها وكاله. الزين يا اهل الزين، الزين يا راحت كم؟ 40 42. من يسوق؟ 50 راحت. 50 الزين يا اهل الزين، شد بلد 50. من عند زود؟ 80 ثمانين ثمانين. الزين يا على الزين، الزين يا على الزين، مبارك له. 90,000 شاورة. 90 بيع ما نبايع. 90 من عند زود، من زود 90. خذ العلم يا بوي، 100,000 ريال وكاش الحين تأخذها. 100,000 ريال مبارك له مبارك له مبارك له مبارك له يا رجال. لا لا تبارك له، ما نبايع. 100,000 ريال 100,000 ريال يا رجال بيع. ما نبايع يا أخي، ما تفهم أنت. 100,000 ريال من عند زود، من عند زود 100,000 ريال. وانشف يا ولد، وانشف يا ولد. الو، ما
شاء الله تم القبض على جميع أفراد الشبكة، يعطيكم العافية، ما قصرتم، مع السلامة. ممكن نفهم وش السالفة طال عمرك؟ تسألني وش السالفة ها؟ أنا أقول لك وش السالفة. أنتوا كنتوا في المعارض تدورون سيارة بمواصفات معينة، وللأسف ما كنتوا تدرون في شخص يمشي وراكم بدون ما تدرون، والشخص هذا كان ناوي يبحث عن شخص يستغله أو يعملك كمصيدة دمه. فلما عرف بالضبط وش المواصفات السيارة اللي أنتم طالبينها، جاكم وعرض عليكم سيارة وقال إن السيارة هذه في القريات. طبعاً يا إخوان إحنا كنا معكم خطوة بخطوة، ما تركناكم، كل هذا علشان سلامتكم. لما وقفتوا تعبون البنزين جاكم عامل علشان يمسح القزاز تبع السيارة. العامل هذا كان من أفرادنا، قاموا بواجبه هذا الرجل وركب لكم جهاز متابعة في نفس سيارتكم. الوقت هذا كان ذيل الثعلب يجهز السيارة ويجهز في نفس الوقت المخدرات اللي بيحطها في نفس السيارة. لحد ما قابلتوه أنتم بأنفسكم وكنتم متلهفين تبون تشترون السيارة بأي قيمة. طبعا لما خلصتوا معه ومشيتوا أرسل وراكم شخص علشان يتابعكم خطوة بخطوة. تتذكرون لما بشرتوا اللي ساعدكم كان واحد من أفراد العصابة. طبعا أنتم خلصتوا ومشيتوا وكنا شايفينكم لما جيتوا ومشيتوا بسرعة ومريتوا قدام الدوريات اللي كانت واقفة الخاصة فيه. عمليات عمليات الهدف توجه للرياض. كل هذا ما قلنا شيء، وقفتوا في فترة من الفترات وكان في واحد جالس ينتظركم برا باب المطعم ويراقبكم، وكان من أفراد العصابة. لما طلعتوا من المطعم جاكم وعرض عليكم أنه يشتري السيارة بحجة يعني أن اللوحة عجبته، وعرض عليكم سعر مغري، وانتم طبعا ما صدقتوا، على طول رحتوا للمعرض. ولما رحت للاستراحة العصابة ما صارت غبية، وقفت واحد على باب الاستراحة. الحد ثاني يوم لما طلع من الاستراحة صار يتابعك أول بأول. لما عرف أنك رايح للمعرض جن جنونه، اتصل بالشبكة على طول يبلغهم. فلما اتصل بهم جن جنونهم كلهم وصابهم هوس واجتمعوا كلهم في مكان واحد وتم القبض عليهم. وبكذا انتهت مهمتك يا عامر. عامر؟ اي نعم عامر. عامر رجل ولا كل الرجال، ما قصر معانا. في الوقت اللي انتم كنتوا فيه في المعرض طلع عامر علشان يجيب سلك الشاحن من السيارة. في الوقت هذا مسكناه تكلمنا معه وقلنا لا تبيع السيارة لأن السيارة مقصود بها عمل سيء وتهريب المخدرات. فالرجل اتفق معنا بعدم بيع السيارة، كثر خيره، تعاون معنا تعاون تام. أتحداك. أركض في ديتك ها. أركض في ديتك.